هنتكلم النهاردة عن واحد من أذكى القادة العسكريين في التاريخ، وهو الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت، القائد الذكي اللي شن حملة عسكرية على مصر عشان يقطع على بريطانيا الطريق التجاري المؤدي للهند، فاحتال بذكائه على المصريين وقدر يقنعهم انه مسلم زيهم وانه قادم من فرنسا للقضاء على المماليك بأمر من السلطان العثماني، الإمبراطور اللي ارتكب أكبر خطأ عسكري في تاريخ الحروب كلها زي الزعيم النازي أدولف هتلر، وهو إنه قرر يغزو روسيا. كان بيحلم في بداية حياته إنه يكون بحار، لكن الظروف دفعته إنه يكون قائد عسكري يحقق المجد لفرنسا، فأصبح قائد عسكري بالنهار وأديب بالليل، لدرجة أنه كتب مؤلفات بيتم قراءتها حتى الآن في فرنسا. بعض المؤرخين بيقولوا عليه ديكتاتور، والبعض بيشوفوه حاكم عادل بنى فرنسا، لكن دايما التاريخ بيكتبه المنتصر. وعلى الرغم من انتصاراته في أغلب معاركه الحربية، إلا أن نهايته كانت غريبة ومحدش يتوقعها. لكن لو عايز تعرف أكتر عنه وتفهم ليه جيوش أكبر وأقوى الممالك على الأرض قرروا أنهم يقضوا عليه، يبقى لازم تتابع معانا فيديو النهاردة للنهاية. بس قبل ما نبدأ، ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اتولد نابليون في قصر عائلة بونابرت في بلدة أجاكسيو الواقعة بجزيرة كورسيكا بتاريخ 15 أغسطس سنة 1769 لعائلة أرستقراطية من النبلاء الإيطاليين، وده لأن جزيرة أجاكسيو كانت وقتها تابعة لنظام الحكم في إيطاليا لغاية ما قامت فرنسا بغزوها واحتلالها بعد ما نابليون اتولد بسنة واحدة بس. والد نابليون كارلو بونابرت كان بيشتغل محامي، والحقيقة إنها كانت مهنة مقتصرة على النبلاء بس وقتها، لكن بعد الغزو الفرنسي أصبح هو ممثل الجزيرة في بلاط الملك لويس الـ16 في فرنسا، وأصر مع زوجته ماريا رامولينو على إنهم يربوا الولد بحزم لأنه كان طفل شقي لأقصى درجة، وعشان كده ألحقوه بمدرسة اللاهوت الواقعة في مدينة أوتون على البر الرئيسي الفرنسي، وهناك اتعلم اللغة الفرنسية وأظهر ذكاء غير عادي قدام أساتذته رغم تنمر زملائه وأصدقائه عليه بسبب لهجته الكورسيكية، لكن للأسف شقاوته فضلت مستمرة معاه فنقلوه لمدرسة بيريان العسكرية لإعداد البحارة على أمل إنه يكون أكثر التزاما. في الفترة دي كان التنمر بيزيد عليه بسبب لكنته اللي فشل في التخلص منها، وده خلاه يميل أكثر للعزلة وعدم الاختلاط بزملائه، وكرس كل وقته في الدراسة بس، وعشان كده بقى طالب متفوق بالإضافة لذكائه الملحوظ، لدرجة إن الكاتب والمؤرخ روبرت بي أسبري ذكر في كتابه صعود نابليون بونابرت وسقوطه على لسان أحد مدرسيه التالي: دائما ما كان متفوقا على زملائه في الرياضيات وملم بالتاريخ والجغرافيا، إن هذا الفتى سيصبح بحارا ممتازا يوما ما. النبوغ ده أجبر أهله إنهم ما يكتفوش بالحلم التقليدي فإنهم يشوفوه بحار، وعشان كده ألحقوه بالمدرسة العسكرية الكبرى في فرنسا، والعملية دي اتسببت في القضاء على حلمه الأول بأنه يكون بحار، لدرجة أنه فكر ساعتها بجدية في الهروب والانضمام للبحرية الملكية البريطانية، لكن في النهاية طبعا رفض أنه ينفذ الخطوة دي لأسباب تتعلق بشرف العائلة، خاصة أن والده مات ساعتها فأصبح المصروف غير كافي للدراسة في المدارس البحرية. حرفيا تراجع المستوى المادي للعائلة بشكل سريع جدا، لدرجة أن نابليون كان مضطر أنه ينتهي من مرحلته التعليمية في أسرع وقت، فكان مضطر انه ينهي سنتين الدراسة في سنة واحدة، وبالرغم من كده الا انه امتحن قبل تخرجه على يد المفتش والعالم الشهير بيير سايمون لافلاس، وساعتها اثبت انه فعلا هيكون قائد عظيم يوما ما. اتخرج نابليون برتبة ملازم تاني في سلاح المدفعية، وخدم مع الجيش الفرنسي في حماية مدينتين كانوا فالنس واوكسون لغاية ما قامت الثورة الفرنسية في عام 1789. ساعتها اتوقف من الخدمة بصورة مؤقتة ورجع لجزيرة كورسيكا مرة تانية، وفضل منتظر نتيجة الصراع بين التيارات التلاتة عشان يعرف هو المفروض يراهن على مين ويكون مع مين وضد مين، وده لأن فرنسا وقتها كانت مقسمة لتيارين قويين جدا، الأول هو تيار الملكية والنبلاء، والتاني
هو تيار الثوار اللي أطاحوا بالملك ونظام حكمه، ولما بدأ يحس إن الغلبة في الفترة اللي جاية هتكون للثوار انضم فورا لنادي اليعاقبة اللي كان بينادي بالحرية والمساواة. وبصفته رجل عسكري شارك مع الثوار في عصيانهم ضد فرق الجيش الفرنسي الموالية للملكية، فتم ترقيته لرتبة مقدم. في الوقت ده قام القائد العسكري باسكال فاولي بفصل الجزيرة عن نظام الحكم في فرنسا، فاضطر نابليون انه يهجرها ويروح يعيش في باريس، وهناك بدأ انه يؤلف كتب وروايات كتير بيمجد فيها الثورة والثوار، وده لانه كان عايز يقرب اكتر من اوغاستين روبسبير اخو القائد الثوري ماكسيميليان روبسبير اللي اتعرف عنه حبه وميله الشديد للادب والثقافة والفنون. ومن اهم الكتب دي هو كتاب عشاء بوكير، وهو عبارة عن تفريغ لمحادثات حدثت بالفعل بينه وبين مجموعة من التجار المواليين للنظام الملكي. قربه من ماكسيميليان روبسبير خلى القائد أنتوان كريستوف ساليستي يعينه على رأس كتيبة المدفعية المكلفة بالسيطرة على التمرد اللي نشأ في مدينة طولون، خاصة ان اهل المدينة استعانوا بالجيش البريطاني لحمايتهم من ثوار فرنسا. فقرر نابليون انه يعتلي بالمدفعية فوق هضبة عالية قريبة من ميناء المدينة، واستمر في قصف السفن البريطانية بالمدفعية عشان يجبر الإنجليز على الخروج من المدينة. وبالرغم من إنها خطة عسكرية تحسها عادية جدا، إلا إنها كانت جديدة وجريئة بشكل غير عادي، وده لأن سلاح المدفعية ما كانش متعارف عليه إنه بيهجم داخل المدن أصلا ساعتها، بل كان بيتم استخدامه في المعارك المفتوحة بين الجيوش خارج المدن. وتقدر تقول كده إن نابليون هو أول واحد ابتكر الأسلوب ده في الهجوم والدفاع، لدرجة انه كان بيتحرك دايما بفيلق من المدفعية داخل المدن عشان لو حصل هجوم او تمرد في اي وقت. المعركة دي انتهت بانتصار الجيش الفرنسي واصابة نابليون في فخذه، ونظرا طبعا لجهوده وعبقريته فيها تم ترقيته تاني لرتبة عميد رغم ان عمره وقتها كان 24 سنة بس. فرنسا وقتها كان بيتم حكمها من خلال مجموعة من الثوار الجمهوريين، فاسندوا لي بسبب نجاحه في تحرير مدينة طولون قيادة شعبة المدفعية في الجيش الفرنسي الموجود على حدود إيطاليا. ساعتها عقد خطبته على شقيقة زوجة أخوه واتجه لتنفيذ المهمة. في الوقت ده تم إعدام الملك لويس الستاشر بتهمة الخيانة العظمى، فاضطر الثوار الفرنسيين إنهم يعينوا لجنة اسمها لجنة الأمن العام عشان تكون هي الحاكم الفعلي للبلاد، وده لأن قادة الثورة ساعتها كان عددهم كبير، وفكرة تداول الرأي والشورى بينهم كانت بتاخد وقت طويل جدا، وده ممكن يتسبب في مشكلة رهيبة لو الأمر كان مستعجل. لكن لجنة الأمن العام هتكون مكونة من 9 أعضاء بس برئاسة ماكسيميليان روبسبير، وده هيسمح لها إنها تفصل بسرعة في أي نزاع يحصل في الداخل أو الخارج. إلا إن اللجنة دي للأسف كانت متطرفة ومستبدة لأقصى درجة، وشنت حملة إعدامات لأي شخص بيعارض رأيهم، وبلغ عدد حالات الإعدام في سنة واحدة أكتر من 20,000 فرنسي، ومنهم كان ماري أنتوانيت زوجة الملك اللي كانت وقتها هي الملكة على البلاد، ده غير كتير من النبلاء والتجار والمواليين لعودة الملكية وغيرهم. ولما قادة الثورة حاولوا يتصدوا لأعضاء اللجنة دي، أمر روبسبير بطردهم من مؤتمر قيادة الثورة، وأمر كمان بإعداد عدد منهم. وطبعا أي محاولة تمرد كانت بتحصل في أي مدينة فرنسية زي ليون أو مارسي أو بوردو كان بيلجأ للقائد المخلص ليه اللي هو مين بالظبط؟ نابليون بونابرت. ساعتها قادة الثورة قرروا إنهم يتخلصوا من روبسبير بأي تمن، فدبروا انقلاب ضده وقبضوا عليه وأمروا بقطع راسه، وكان من الطبيعي إن نابليون يتحسب عليه، فاتقبض عليه هو كمان وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية، وأصبح محل اشتباه ومشكوك في ولائه. وبعد فترة سمحوا له بالعودة للجيش تاني عشان يشارك في السيطرة على التمرد اللي كان بدأ في إقليم فوندي بواسطة المواليين للنظام الملكي ساعتها، لكن المرة دي خافوا من بطشه كقائد لسلاح المدفعية فعينوه كقائد عام لواحدة من فرق المشاة. وأحب أقولك إن دي معناها خفض رتبته أو الحد من سلطته، وده لأن سلاح المدفعية هو أقوى سلاح معروف وقتها، وكونك بتعزلني من منصبي وتعيني على سلاح أضعف معناه انك مش واثق فيا، بل انت بتتعمد تهني. فتظاهر ساعتها نابليون بالمرض عشان يستبعدوه من المهمة دي، ونقلوه لديوان الطوبوغرافيا المسؤول عن رسم الخرائط وكتابة التقارير عن سطح الارض وغيرها من المهام الادارية، فبدأ يسعى للانتقال الى الاساتنة عشان يعرض خدماته على السلطان العثماني. في الوقت ده برضو قامت حرب اهلية في باريس،
فاستدعوه تاني للخدمة العسكرية ووفروا له كل الإمكانيات اللازمة عشان يحمي قصر التويلري. فجمع عدد كبير من المدافع دفاعا عن القصر وهزم المتمردين وقتل منهم أكتر من 1400 شخص، فتم ترقيته إلى رتبة لواء. وأغدقوا ساعتها عليه بالأموال بعد ما رجعوا يثقوا فيه مرة تانية، وساعتها عينوه على رأس الحملة الموجهة للدفاع عن إيطاليا من إمبراطورية النمسا، وأحرز تقدم وانتصارات عظيمة في عدد من المعارك زي معركة لودي ومعركة جسر أركول، لغاية ما ارتكب خطأ بسيط وهو أنه توجه مع الجيش للأراضي النمساوية عشان يعقد معاهم اتفاقية سلام مقابل توزيع إيطاليا ما بينهم. وبعد عودته كانت الانتخابات النيابية في فرنسا اتحسمت لصالح المواليين للنظام الملكي، فهجموه بتهمة تخطي حدود صلاحيته بأنه أبرم معاهدة بدون الرجوع للنظام الحاكم، بالإضافة لسرقته للإيطاليين والاستيلاء على أموالهم وثرواتهم. فقرر نابليون أنه يدعم حركة تمرد للجمهوريين في باريس ويعزل الملكيين اللي وصلوا للحكم عن طريق الانتخابات. وساعتها زادت شهرته أكتر وأكتر، وبقى هو الرجل الأول في فرنسا، خاصة أنه كان أصدر كمان عدد من الجرائد والصحف اللي بتتكلم عنه وعن إنجازاته في المعارك، وكانت بتعرف الناس بيه دايما من خلال بطولاته اللي بيقروا عنها باستمرار، لدرجة أن في كتير من الأوقات كان بيكتب خطته العسكرية اللي انتصر بيها في المعركة، وهي أنه يخترق صفوف جيش العدو من المنتصف عشان يقسمه لنصين، وبعد كده يستدير بالجيش الفرنسي حوالين كل نص فتكون ليه الغلبة دايما. والشعبية المتزايدة خلت الشعب يعشقه ويفخر بيه يوم عن يوم، لدرجة انه بدأ بالفعل في التخطيط لهزيمة بريطانيا. لازم تعرف ان بريطانيا في الوقت ده كانت بتمتلك اكبر واقوى اسطول بحري على الارض، والسيناريو الوحيد للانتصار عليها هو عن طريق قطع طرق التجارة عنها من والى الهند، وانسب وسيلة لتحقيق السيناريو ده هو عن طريق احتلال مصر. فساعتها أقنع نابليون حكومة فرنسا بقيادة حملة عسكرية إلى مصر لاحتلالها بغرض القضاء على المصالح التجارية لبريطانيا، وبالفعل شن نابليون الحملة على مصر اللي كانت تابعة وقتها للدولة العثمانية في عام 1798. نابليون خطته كانت بتتمثل في التودد للمسلمين وإقناعهم بأنه واحد منهم وأنه مش ضد الإسلام ودولة الخلافة، خاصة مسلمين الهند وسلطانهم فاتح علي تيبو، وأقنع حكومة الإدارة في فرنسا أنه بمجرد ما هيستولي على مصر هيبدأ على طول في إبرام معاهدات مع أمراء الهند اللي كانوا أصلا بيكرهوا بريطانيا. وجه في تقرير صدر في شهر فبراير من سنة 1798 التالي: ما إن نفتح مصر وننتهي من تحصينها سنرسل جيشا قوامه 15,000 جندي من السويس إلى الهند للانضمام إلى قوات السلطان تيبو، ومعا سنطرد الإنجليز من الهند. حكومة الإدارة ما كانتش مقتنعة قوي بالحملة، خاصة أن تكلفتها كانت ضخمة جدا، لكن اضطرت أنها توافق عليها عشان تبعد نابليون عن دوائر صنع القرار في فرنسا، بعد ما طبعا بقى مشهور وليه شعبية خيالية في فرنسا. واتجه بالفعل نابليون لمصر بحملة كان من ضمنها 167 عالم مشهور في الرياضيات والبيئة والكيمياء والجيوديسيا، وكان ليهم اكتشافات عظيمة أبرزها مثلا هو فك رموز حجر رشيد، والاكتشافات دي كلها مذكورة في كتاب وصف مصر اللي ألفوه العلماء بعد عودتهم لبلادهم. وأثناء اتجاه نابليون لمصر كانت السفن الحربية البريطانية بتتعقبهم وبتحاول انها تقضي على حملته، ولكن فشلت في النهاية. وبعدها وقف نابليون عند مالطا عشان يستخدمها كقاعدة عسكرية مهمة، وقدر انه يستولي عليها بسهولة شديدة نتيجة كره اهلها للحاكم بتاعهم، لغاية ما دخل الاسكندرية في 1 يوليو. وساعتها وجه نداء للشعب المصري عشان محدش منهم يحاول يقاوم الجيش الفرنسي، بالعكس ده لازم كمان الشعب يساعدهم لان نابليون اصبح مسلم زيهم وهو الافضل لحماية الاسلام. بعدها أمر نابليون القوات الفرنسية إنهم ينشروا بين الناس إن نابليون هو صديق للسلطان العثماني وإنه جاي مصر بناء على طلبه عشان يخلص الدولة من المماليك اللي الشعب كان بيكرههم جدا ساعتها. الدليل على كده هو رسالته للشعب المصري اللي بيقول في نهايتها التالي: أيها القضاة والمشايخ والأئمة، ويا أيها الشرباجية وأعيان البلد، قولوا لأمتكم إن الفرنساوية أيضا مسلمون خالصون، وإثباتا لذلك فقد نزلوا في رومية الكبرى وخربوا بها كرسي البابا الذي كان دائما يحث النصارى على محاربة الإسلام، ثم قصدوا جزيرة مالطا
وطردوا منها الكولارية الذين كانوا يزعمون أن الله يطلب منهم مقاتلة المسلمين. ومع ذلك الفرنساوية في كل وقت كانوا محبين لحضرة السلطان العثماني وأعداء أعدائه أدام الله ملكه. وفي الخلاف المماليك امتنعوا عن طاعة السلطان غير ممتثلين إلى أمره، فما أطاعوا أصلا إلا لطمع نفوسهم. طوبى ثم طوبى لأهل مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير وينصلح حالهم وتعلو مراتبهم. طوبى أيضا للذين يقعدون في مساكنهم غير مبالين لأحد من الفريقين المحاربين، وهم إن يعرفون بالأكثر يسرعون إلينا بكل قلب. لكن الويل ثم الويل للذين يتحدون مع أولئك المماليك ويساعدونهم في الحرب علينا، فما يجدون طريق الخلاص ولا يبقى لهم آثار. أدام الله تعالى إجلال السلطان العثماني، أدام الله تعالى إجلال العسكر الفرنساوي، لعن الله المماليك وأصلح حال الأمة المصرية. الحقيقة إن الحملة الفرنسية نجحت في الانتصار على المماليك بسهولة جدا، وكان أهم معركة بين الجيشين هي معركة الأهرام اللي كانت قرب القاهرة. وعلى الرغم من أن تعداد الفرنسيين وقتها كان 20,000 جندي فقط مقابل 60,000 جندي مملوكي، إلا أن الجيش الفرنسي انتصر بقيادة نابليون كالعادة. وده لأن التكتيك والخطط الحربية بين الجيشين كان مختلف تماما. فرنسا كانت متطورة وملمة بأحدث الخطط العسكرية، أما المماليك فكانت خططهم قديمة بشكل عجيب. السلطان العثماني وقتها أمر الشعب المصري وكل مسلم أنه يقف قصاد جيش نابليون، خاصة أن الإمبراطورية الروسية وبريطانيا عرضوا على الدولة العثمانية المساعدة وإمدادها بالجنود والمؤن. لكن نابليون كان بيراهن على نقطتين مهمين جدا، وهي أن أولا الشعب المصري بيكره المماليك جدا وتعب منهم، بالإضافة إلى أن الدولة العثمانية مشغولة بحروبها الوهابية للسيطرة على شبه الجزيرة العربية، خاصة أنه متأكد من عدم انتفاض أي والي من ولاة الشام لمساعدة الدولة العثمانية اللي كانت بترهقهم جدا في دفع مبالغ ضخمة للأساتنة مقابل أنها تسمح لهم باستمرار سيطرتهم على الشعب. وفوق كل ده اجتهد نابليون جدا في خداع المصريين والظهور قدامهم دايما بمنظر المسلم الغيور على دينه، وأطلق على نفسه ساعتها اسم علي نابليون بوناباردي باشا، وتودد للمشايخ وخلع الطاقية العسكرية ولبس بدلها عمامة أزهرية عشان شيوخ الأزهر يضمنوه عند الشعب. بدأ نابليون يصلي كل الفروض على مرأة ومسمع من الجميع، ويتجول وسط شوارع المدينة بالملابس الشرقية زي الجلباب والعمامة، واستمر في تأديد جميع الشعائر الدينية والتردد على المساجد، لدرجة أنه أسس ديوان استشاري مكون من 11 عالم برئاسة الشيخ عبد الله الشرقاوي. الباب العالي ساعتها اتأكد أن المصريين مش هيتأهبوا للقتال ضد نابليون وجيشه، فبعت الجيش العثماني بمساعدة القوات البريطانية، ووصلوا الاثنين عند ميناء أبو قير، وهناك دارت معركة عنيفة انتهت بهزيمة الجيش الفرنسي. وبعدها وصل كمان الجيش الروسي عشان يساندهم. أدرك نابليون أن تجمع الأساطيل عليه هيضعف من تحقيق هدفه جدا، فأرسل 14,000 جندي لغزو الشام، فاحتل العريش وغزة ويافا والرملة وحيفة، ووصل حتى إلى صور في جنوب لبنان. بعد دخول المدن دي تساءل نابليون عن سر القتال العنيف لأهلها، فعرف أنهم أسرى حرب وأن الدولة أقنعتهم بأنها هتسلمهم حريتهم لو فازوا في المعركة، فأمر نابليون بقتلهم باستخدام الحراب أو بالإغراق، وده عشان يوفر الرصاص، وسمح لجنوده بنهب المدينة. وارتكبت الجنود فظائع بشعة لمدة 3 أيام كاملة من النهب والقتل. أما المدينة الوحيدة اللي صمدت ضده هي مدينة عكا اللي كان الوالي بتاعها أحمد باشا الجزار مزودها بالمدافع، فتساوى ساعتها مع نابليون. عدم قدرة نابليون على دخول عكا بالإضافة لاشتراك العثمانيين مع البريطانيين في حمايتها، وكمان تفشي الملاريا والطاعون، كل دي كانت عوامل أجبرت نابليون أنه يرجع مصر مرة تانية. وفضل متابع حقيقة الأوضاع في فرنسا، فاكتشف أن جيوش أوروبا كلها تأمرت على فرنسا، فقرر أنه يرجع لبلاده بسرعة، وساب مكانه القائد جان بابتيست كليبر عشان هو اللي يتابع تطور الأوضاع في مصر. وبعد رجوعه لبلاده أدرك أن الحكومة منهكة وضعيفة، فانقلب عليها وأسس حكومة جديدة تكون بقيادته هو مع 2 تانيين باعتباره قائد عسكري عظيم الشعب بيحبه وبيثق فيه. وساعتها شن حملة عسكرية على النمسا
بعد ما عرف انها استغلت وجوده في مصر وخرقت معاهدة السلام اللي ابرمها معاهم، وانتهت الحملة سريعا باجبار حاكم النمسا على التنازل عن الاراضي الفرنسية اللي استولى عليها، واخيرا عقد معاهدة اميان مع بريطانيا، ودي كانت معاهدة سلام بين الدولتين بعد ما ادركوا اخيرا ان جيوشهم تعبت بسبب الحروب الكتير. نابليون بعدها توج نفسه امبراطور على فرنسا عشان حكمها يكون منصوص عليه في الدستور لأول مرة، وفي العام اللي بعده توج نفسه امبراطور على إيطاليا وأنشأ طائفة مشيرو فرنسا المكونة من جميع قادة الجيش المخلصين ليه، وفي النهاية عقد تحالفات مع العثمانيين والفرس لغاية ما قرر في النهاية أنه يغزو روسيا بعد ما وصلته تقارير استخباراتية بتفيد أن القيصر هناك بيجمع الجيش عشان يغزو فرنسا. جمع نابليون 450 ألف جندي عشان يتجه بيهم لروسيا، وده على الرغم من أن كتير من مستشاري نصحوه بالانتظار لحين قدوم القوات الروسية، لأن الإمبراطورية الروسية مساحتها شاسعة وطقسها رهيب، والجنود الفرنسيين مش متعودين على العوامل دي. والتكتيك الروسي المتبع ساعتها كان معروف باسم الأرض المحروقة، وهي أنهم كانوا بينسحبوا بشكل تكتيكي للخلف بعد حرق المدن، فكان الجيش الفرنسي يتوغل أكتر داخل الأراضي الروسية من غير ما يلاقي أي مؤن ممكن تسعفه، والدولتين اتفقوا على الدخول في معركة تكون هي الفيصل في الحرب الرئيسية اللي بينهم، وتعرفت باسم معركة بورودينو اللي قال عنها نابليون بعد كده إنها أكتر معركة مفضلة عنده، ده على الرغم من تصنيفها كواحدة من أكتر المعارك دموية في التاريخ كله. انسحب الجيش الروسي للخلف أكتر، وتم حرق موسكو عن بكرة أبيها، فتوغل نابليون أكتر وأكتر لغاية ما وصلته أخبار مقلقة عن فرنسا، فقرر ساعتها أنه يرجع بسرعة. ولكن الشتاء الروسي كان جه، وبعد ما دخل روسيا بحوالي 500,000 جندي خرج منها في نفس السنة بأربعين ألف جندي فقط، أغلبهم مات بسبب الصقيع والبرودة ونقص الطعام. وفي باريس جمع جيش جديد قوامه 350 ألف جندي عشان يهجم بيه على روسيا تاني في السنة اللي بعدها، لكن الألمان عرفوا بنتيجة الحرب وإن نابليون دلوقتي في أضعف حالاته. ساعتها عقدوا تحالفات مع روسيا وبريطانيا والسويد والنمسا وأسبانيا والبرتغال عشان يهجموا بيها على فرنسا، وبالرغم من إن النتيجة في البداية كانت تصالح نابليون، إلا إن المعركة الأخيرة كانت هي الأشرس في تاريخ المعارك النابليونية، وده لأن عدد الوفيات فيها وصل لأكثر من 90 ألف جندي، وتعرفت باسم معركة الأمم. بعد كده انقلب القادة العسكريين في فرنسا عليه، وحاولوا ساعتها انهم يستردوا التحالف الدولي، فنفوه لجزيرة ألبا مع الاحتفاظ بلقبه كإمبراطور، وبدأ الحلفاء يقرروا مصير أوروبا بعد مغادرة نابليون، لكن اختلفوا مع بعض في النهاية، فقرر نابليون انه يستغل الفرصة دي ويهرب من الجزيرة ويرجع فرنسا مرة تانية بعد ما تحولت لملكية من جديد بيحكمها الملك لويس الـ18 اخو الملك السابق. وهناك قابل فوج من الجنود، فنزل من على حصانه وصرخ فيهم: ها أنا ذا، فلتقتلوا إمبراطوركم إذا شئتم. فصاحت الجنود: يحيى الإمبراطور، يحيى الإمبراطور، وتحركوا معاه ناحية قصر الملك. والحقيقة أنه نجح في حكم الدولة من جديد لمدة 100 يوم، لكن هزيمة الجيش الفرنسي في معركة ووترلو كانت ورقة النهاية في كتاب حياة نابليون بونابرت، خاصة أنه كان كبر وفقد أغلب القادة العسكريين المشهود ليهم بالكفاءة والخضرمة في معركته مع روسيا، فانسحب الجيش الفرنسي من المعركة ورجعوا للبلاد عشان ينصبوا الملك لويس الـ18 ملك عليهم من جديد. واضطر نابليون أنه يسلم نفسه للبريطانيين اللي نفوه المرة دي لجزيرة القديسة هيلانا، وهناك اتدهورت صحته بشكل سريع بسبب الحياة المناخية فيها، بالإضافة كمان للمعاملة القاسية من حاكمها، لغاية ما توفى في عام 1821 عن عمر يناهز 52 سنة، جعل فيهم من اسمه رمز الفرنسا وتاريخها على الرغم من تدهور أحوالها في عهده، لكن ذكاؤه هو اللي وصله لأعلى المناصب وفي أسرع وقت، بالإضافة لحرصه على تلميع صورته في الصحف والجرائد باستمرار لإدراكه بأن سلاح الإعلام لا يقل أبدا عن المدفع، وإن الكلمة في كتير من الأوقات بتكون أقوى وأخطر من الرصاصة. وبكده تكون نهاية حلقتنا النهاردة، وياريت تقول لنا في التعليقات إيه رأيك في الموضوع، وما تنساش اللايك والاشتراك، وتتفرج على الحلقات اللي فاتت وتستنى الحلقات اللي جاية.